استاذ يوسف، انا الحقيقه يعني وجهت الدعوه لحضرتك النهارده عشان انا هنا في البرنامج معني شويه بفكره العقل، بفكره الوجدان. الدوله بتعمل شغل ممتاز على صعيد المشروعات والتنميه طبعا. والطرق والكباري والمدن الجديده، وعلى فكره وغير مسبوق، وشغل غير مسبوق، وفي وراه فكره، يعني مش مجرد ان الصبح نعمل ايه، لا، في فكره وفي مشروع انا بسميه اعاده بناء مصر الحديثه. صح، انك بتبني بلد من اول وجديد، مش معناها اللي قبل كده ما بنوش، انما سنه الدمار الاساسيه اللي مرينا بيها فتتت الذاكره المصريه، رغم انها مجرد سنه وهي يعني فركه كعب في دوله عاشت 7000 سنه. صحيح، انما مهم جدا وفيه مشروع بيتعمل، وبيتعمل بوعي ورؤيه وبادراك وبرؤيه. صحيح، يعني انا صحيح. الرئيس السيسي انا اعرفه وهو نادر الغضب، نادر ان يغضب، يعني هو رجل مبتسم، رجل هادئ، رجل يعني جميل في كل الاشياء الجميله اللي في المصريين. يوم ما طلع واتكلم بغضب لاول مره، بغضب لاول مره عن اللي بيحصل للارض الزراعيه، حاجه يعني من حقه ان يغضب، وان يغضب بهذه الطريقه، لان دي جريمه بترتكب بشكل يومي، ولو استمرت هناكل بعض في الاخر. صح، يعني وكل التنميه اللي بتحصل دي هتروح هدر خالص. صحيح، هناكل بعض. صح، يعني انت تخيل، انت عندما لا تزرع ما تاكله هتعمل ايه؟ يعني مش فاضل بقى نستورد رغيف العيش. صحيح، فهي جريمه بتتم بشكل غير عادي، لان اللي بيعملوها بيفكروا في لحظات في انفسهم فقط، مش بيدرك مجتمع، والمجتمع ده اسمه المجتمع المصري وده اقدم مجتمع في التاريخ، لا، بيفكر في خلاص فردي حتى لو ضر البلد على المدى البعيد. ده كلام مظبوط، ده اذا كان مدرك. انت بتتكلم كتير عن الوعي. اي، اذا كان وعيه يخليه يدرك ان ده بيعمل له فائده شخصيه لكنه بيضر الوطن في مقتل، لان دي بلد مزبوط. زراعي، بلد زراعي بيصنع وكل حاجه، لكن الزراعه هي الاساس، لا، سر استمراره. صحيح، سر استمراره. صحيح، وانا بشكر حضرتك ان حضرتك لفتت الانتباه لملف او فكره الوعي دي، لانها تقريبا هي ملف دائم هنا في البرنامج. عندي طبعاً. لان مدرك انه وعي المواطن كفيل بانه يعدينا مازق كثيره جدا طبعاً. وتحديات طبعاً. كثيره جدا 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 طبعاً. ويمكن الرئيس السيسي في اكتر من موقف قال لو المصريين عندهم وعي وادراك باللي هم عايشين فيه وبحجم المخاطر اللي عندنا انا مش خايف عليهم بعد كده. مظبوط، فعشان كده انا بقى بشتغل طول الوقت على ملف الوعي. وعندي، وارجوكم النبي كمان تهتم. اتفضل يا فندم. باعتبارك يعني معني جدا بالوطن بصوره جيده، بالاميه. الاميه، انا يعني الاميه. صحيح، دي صحيح. مساله، ويا ريت، وانا كتبت نشدت الرئيس اكتر من مره وضربت مثل بتجربه كاسترو في كوبا لما اوقف الانتاج والعمل لمده سنه عشان يحتفل في اخر هذه السنه بزوال بمحو اميه اخر كوبي، واحتفل بدليل ان هم قعدوا في حاله حرب مع الامريكان وهم بينهم وبين الامريكان فركه كعب. صح، ومع ذلك فشلت الولايات المتحده الامريكيه في تجنيد جاسوس واحد ضد تجربه كاسترو. يعني مفهوم. الاميه دي يا ريت. لا طبعا، الاميه دي عدو لاي تنميه او تقدم، وعدو حقيقي. للوعي. صحيح. صحيح، لا، ده هي اغتيال الوعي. هي اغتيال الوعي، اغتيال الوعي على طول. لما تشوف اعداد الجرايد اللي بتطبع واعداد الكتب اللي بتطبع واللي بيتباع منها واللي بيرجع تاني، ويعني لا احنا، ما هي دي النقطه بقى يا استاذ يوسف. ليه احنا فقدنا الصله بالقراءه؟ فقدنا الصله بالقراءه، اولا لانه كل البيوت الجديده اللي بتطلع، وانا ما عنديش احصاء واعتقد ما عندكش، كام بيت بيعملوا حتى ركن للكتب، مش مكتبة، ركن للكتب، يعني الأسر الجديدة الطالعة اللي بتطلع بيتجوزهم وبيعمل بيت بيبقى معني جدا بالسفرة، بيبقى معني جدا بالمطبخ، بيبقى معني جدا بأوضة النوم، معني جدا بمدخل الشقة. صح، ويرسم عليه رسومات وكده. لكن لا، ده انا مش على فكره مش محتاجين احصاء، انا ممكن من دلوقتي اقول لك تقريبا ما فيش حد بيفكر وهو بيجهز بيته فين ركن المكتبه. تقريبا، انا مش عايز اقول قاعه،
مش عايز اقول اوضه لان انا مدرك طبعا ازمه السكن الرهيبه، انما ركن كورنر كده في الصاله مثلا متر في متر، صح، ويبقى ده نواه مكتبه تدفع افراد الاسره انهم يجيبوا كتب، صح، وانهم يعرفوا ان الكتب دي قيمه، وبالتالي تدفعهم الى القراءه، الفريضه الغائبه في حياتنا. الفريضه الغائبه في حياتنا هي القراءه. احنا اكتر من 100 مليون نسمه، والكتاب لغايه دلوقتي بيطبع 3000 نسخه وبيقعدوا يتوزعوا على مدى سنين، صح، على ما يخلصوا. يعني ما تقول الكتاب نفذ برضو يعني. طب حضرتك دلوقتي، انا شاكر طبعا لحضرتك بتحط ايدك على نقط مهمه، بس حضرتك دلوقتي بتشخص الوضع. انا عايز افكر بحضرتك بصوت عالي، امتى وليه حصلت العزله دي او حصلت الفصله دي؟ احنا اجيال اتربينا على القراءه واتربينا على المعرفه، وكنت والد الله يرحمه يحسن اليه لما كنت اساله على حاجه الله يرحمه كان الاول ما يقولها ليش، يقول لي دور عليها في الكتاب الفلاني، مع انه عارفها، بس هو عايز يدفعني دفعا للكتاب، عايزك تفتح الكتاب وتلف فيه بالظبط وتوصل لما تريد. فأقول له يا بابا كذا كذا كذا، يقول لي هتلاقي عندك في الرف اللي على الشمال مش عارف ايه كتاب لونه احمر كذا، المعلومه فيه. شفت الرف؟ يعني في مكتبه في البيت. يا نهار ابيض، طبعا حصن الامان، طبعا حصن طبعًا. الامان والانقاذ الاساسي، طبعا. كم بيت دلوقتي فيهم مكتبه؟ لا ما انا وكم بيت ما فيهمش مكتبه؟ قليل قوي قوي يعني للاسف يعني. بلاش طرف في المكتبات البيوت. فانا عايز اعرف بقى النقطه السقوط دي حصلت امتى؟ انا بقول لحضرتك جيل ورا جيل كان عندنا الشغف للقراءه، وكان عندنا مكاتب مكتبات، ولدرجه حد كان عندنا سور الازبكيه اللي الناس بتنزل تشتري عنه كتب رخيصه، وكان في مكتبه مدبولي، وكان مكتبه الشروق، ومكتبه مش عارف ايه، وكذا وكذا. احنا بقى لنا كام سنه ما بنسمعش لا عن مكتبات ولا عن كتب ولا عن سور مش عارف ايه، ولا تشعر انك انت عايز تروح تلف في وسط البلد تشوف المكتبات، صح؟ يعني حتى لو ذهبت الى منطقه بنسميها منطقه وسط البلد، ما بتحسش انك عايز تروح تدخل المكتبه. امتى ده حصل بقى يا ريس؟ ليه؟ انا الفجوه دي ليه؟ انا بأعيده وقد اكون مخطئ، لفتره الانفتاح الاقتصادي. الانفتاح الاقتصادي السبعينات. السبعينيات. فكره محاربه الفكره ومحاربه التفكير ومحاربه الوعي والادراك ومحارب يعني النظر الى كل هذه الكائنات اللي بتفكر على انهم ضد الصالح العام ومش ماشيين مع تيار البلد اللي هي ماشيه فيه. كويس. ما عملناش توازن دقيق بين الاشياء والافكار. هايل. كله بقى يجري ورا الاشياء، عايز تجيب احدث عربيه، عايز تسكن في احسن حي، عايز تسكن في احسن بيت، عايز تلبس افخم ملابس المطروح في العالم، عايز تتعطر باخر عطر في باريس، ويعني لكن في نفس الوقت ما دورناش على ما يمكن ان يبقى فكر. على الرغم ان هذه السنوات شهدت تجربة بدأت سريعة وانتهت سريعة، جابوا المكتبات المتنقلة، وقلنا الانفتاح الاقتصادي ومش عارف ايه، جابوا مكتبات متنقلة. انا اتحدى لو نقدر نوصل للعربية، هي المكتبة كانت عبارة عن عربية كبيرة، صح، مفتوحة وبتقف في مكان واسع زي ميدان عام، ويبقى فيها استعارة، صح، يوميه، او تقعد فيها، كانت الكراسي بدل ما يركبها ركاب تقعد وتاخد كتاب وتقعد تقرا فيه. احنا جبنا اكتر من عربيه، وكان في انحاء الجمهوريه كلها، ومع ذلك لا التجربه استمرت ولا عارفين مصيرها ايه، ولا احنا حتى فكرنا نطورها. ما خد بالك، يعني ما هو عارف التجربه ما استمرتش ليه؟ انا برضو بفكر مع حاجه بصوت عالي، لانه في فرق دايما، اي حاجه في الدنيا هي عرض وطلب. احنا في لحظه ما كنت بكلم حضرتك على الاقل لحد جيلي وجيل جيلين بعديه كمان، كان احنا اللي عندنا الشغف للقراءه، كنا احنا اللي بندور. كنت اسال فين اقرب مكتبه للحي اللي انا ساكن فيه، او انا طالع من المدرسه فين يا جماعه اقرب مكتبه عشان اجيب منها كتاب له علاقه بالبحث اللي انا لحد ما تحول الى انه الحكومه والدوله هي اللي بتحاول تجري ورا الشعب عشان يقرا. فنعمل المكتبه المتنقله، نزرع مكتبه في المدرسه بالذات، ونيجي نصور الولاد، فاكر في الثمانينات والتسعينات وعصر الرئيس الراحل مبارك، والسيده سوزان مبارك وقتها سعيده كمان كانت بتعمل مكتبه الطفل، القراءه للجميع. بس برضو انت اللي بتجري ورا الناس عشان تقرا. ده عكس المفروض. المفروض الناس هي اللي تجري، هي اللي تجري تبحث عن المعرفه، المفروض هي اللي تجري وهي اللي تخلق سوق للكتاب، مش كده؟ وبالتالي النشر ينشر وقلبه جامد. فده يعني تفسير لتساؤل حضرتك ليه ما اتطورتش، لانه
انت بتقدم والناس بتبعد عنك. آه. بتعمل المكتبة المتنقلة وخلاص الناس تقول لك لا عايزين بدل منها عربية طبعًا. اكل متنقلة. طبعا. وبرضو اضر فكرة قراءة الكتاب. ما هو التطور التكنولوجي له مزاياه وله عيوبه. طبعا. فكرة النت. فكرة ايه؟ النت. تنزل تلاقي كتاب مثلا واسعار الكتب جريمة لابد ان تواجه. بيقول لك مثلا ده 150 جنيه. فحد يوشوشك يقول لك يا عم هتلاقيه على النت. صح. يا عم ايه؟ هتلاقيه على النت. وده ببلاش. او على الاقل برسم بسيط جدا فتكسل وما تجيبوش على الرغم ان قراءة الكتاب هي الكتاب. الكتاب لا يمكن نفسه. لا طبعا لا يمكن ايه النت ده تقعد انا محتار بيقلبوا الصفحة ازاي؟ يعني اللي هم بتوع النت دول لا هي بتتقلب بس يعني حضرتك عايز تقول ان متعة القراءة هي الورق الكتاب نفسه والورق وريحة الورق وشكل الورق وشكل الطباعة وشكل دار النشر يعني هي ديت العلاقة الحميمة بس حتى لو افترضنا جدلا انه حد من ولادنا دلوقتي بيتفرج علينا وهيقول يا بابا يوسف ويا بابا تامر ده عصركم وحتة ملمس الورق والحبر اللي بيطلع في الايد وريحة ده كلام كنتم وزمانكم كنتم وكانوا وخبر كان خدوه معاكم خدوه معاكم في فعل ماضي انا ما عنديش مشكلة يا اسامة اللي بتفرج علينا دلوقتي وعنده 15 سنة 20 سنة ما عنديش مشكلة حتى يا سيدي ما كنتم موجود على النت بس لا يقرؤوها بيعملوا حاجات تانية على النت طبعا فانا قصدي ان حتى النت اللي ممكن يكون يسر القراءة ما حلش المشكلة ده الوقت الضائع في الالعاب اللي على النت وفي الاشياء المبهرة اللي على النت انا معرفهاش لكن يعني الوقت الضائع رهيب انا بشوف في سن الشباب اللي هم هيبقوا يعني المصريين اللي جايين تمام اللي هيستلموا مصر شئنا ام ابينا وهتبقى مصرهم هم صح ده يمكن يقضي ساعات بيلعب مظبوط على النت وبقولك عليه العاب كتيره وفيه حاجات مسليه كتيره لا زي ما انت عاوز يا استاذ ممكن يبقى فيها جزء ثقافه بس اكيد جزء ضئيل صح يعني اكيد جزء ضئيل المساله محتاجه مره تاني طب دي ايه تربيه يعني لازم اولياء الامور من الاول يزرعوا في اولادهم هم صغيرين فكره القراءه حتى لو الكترونيا دلوقتي عشان يبقى ماشي مع الحداثه لا والتعليم كمان مهم انا من المعجبين جدا باللي عمله الدكتور طارق شوقي وهو يحاول انه يعمل نقله اساسيه في التعليم والرئيس شديد الاهتمام بملف التعليم صحيح. وحتى في اللي عرضتوه النهارده شاف وزير التعليم العالي وشافه تاني وبعدين شاف وزير التربيه والتعليم واستمع منهم الى اللي هم بيعملوه صحيح خدت بالك لكن هقول لك مثلا تجربه انا عندي حفيده في مدرسه خاصه مش هقول لك بتدفع كام مصاريف مبلغ مخيف يعني ابوها وما شغالين عشان يدفعوا المصاريف بس انت عارف انا كل ما اشوفها الاقي معاها روايه شارياها من مكتبه بتقرا فيها ايه ده اخر مره لقيت معاها روايه للروائيه التركيه الف شفاك اخر روايه مطلعاها الف شفاك ده شيء كويس ده شيء رائع ايوه بس السبب ايه ها السبب ايه تركيبه المدرسه اللي فيها مدرسة المدرسة بتخليهم يقروا روايات يا سلام طبعا ده انا فاكر ان هي كده عشان هي حفيدة يوسف القعيد لا خالص تركيبة المدرسة اللي هي فيها وانا كل ما اشوفها ولاقي رواية ولا يا مينة دي جايباها ليه تقول لي قالوا لنا عليها في المدرسة سمعت اسمها في المدرسة طبعا انا لا اطالب المصريين بده لان اقل كتاب بيتباع بلغته الأصلية أنا كنت فاكر المترجم بس الغالي 200 جنيه و 150 جنيه صح. مبالغ مهولة لكن لازم يبقى الكتاب زي لقمة العيش بالظبط موجود في كل مكان زي ما حضرتك قلت وقت السبعينات وبداية الثمانينات وقت الانفتاح